في المنيا شاب بيسرق محل ذهب، فتنكر في شكل سيدة والأهالي ضبطوه أهو، وسيدة طبعا بيلبس النقاب أو البرقع. شوفوا بقى أهو، ده ضبط الأهالي ليه أهو، ده جانب كويس يعني من الأهالي. راجل تنكر في زي سيدة وبيدخل على محل ذهب وبيسرق. حسن ماهر ابن صاحب محل الذهب، يا استاذ حسن اهلا بيك. اهلا بيك يا قلبي، اهلا قول بيك. لي الراجل ده بقى بيسرق ازاي، بيدخل المحل على انه واحده ست؟ هو طبعا انا يعني في البدايه بحيي حضرتك، وطبعا انا حابب اقول بس في الاول ان اي حد فينا معرض ان الواقعه دي ممكن تحصل. طبعا طبعا طبعا. ووالدي طبعا كان متواجد في المحل ودخل عليه 2 منقبات وقعدوا وطلبوا منه يتفرجوا على حاجات معينه. هو اثناء ما هم موجودين استشعر ان هم مفيش نيه للشراء يعني، فشال الذهب وقفل الخزنه وقال لهم ان خلاص مفيش حاجه، الطلب بتاعكم مش موجود عندنا. في اللحظه دي اللي هي كانت بتتكلم، اللي هي الست، هي ست وجوزها يعني موجودين، اللي كانت بتتكلم خرجت بره المحل، والولد دخل على الحاج وحاول طلع سكينه وحاول يعتدي عليه. طبعا في اللحظه دي طبعا ما حدش بيفكر ايه اللي ممكن يحصل. هو كان رد فعله ان هو مسك السكينه بايديه، وطبعا هو سحب السكينه من ايديه فعمل اصابه في ايديه، وكان ماسك في الولد مش عايز يسيبه يخرج. الولد ضربه في ايديه الثانيه بالسكينه، عمل له اصابه في ايديه اليمين واصابه في ايديه الشمال. خرج بره المحل بيجري طبعا، وقع على الارض والناس مسكت الولد وتعاملت معاه والشرطه جت وتدخلت. اللي انا في نقطتين بس عايز اتكلم يعني فيهم. هنا كويس انه والدك تمكن انه يقاومه، يعني تمكن مقاومه وما قدرش ياخد حاجه من مكان، وحصل طبعا ده رد فعل ما طيب. يعني بس هو ده يعني نخلي بالنا، لانه يا جماعه طبعا يعني احنا لما قلنا احنا بندافع دايما عن الحريه في ارتداء الملابس لكن تعالوا نشوف ازاي نعالج هذه القضايا امنيا واجتماعيا. راجل هيدخل لابس نقاب على انه واحده ست و هيسرق يعني وهيقتل هو كمان. في نقطتين يا قلبي انا عايز اتكلم اتفضل اتفضل. بمنتهى الوضوح والصراحه، ولازم نكون عندنا صراحه مع نفسنا. النقطه الاولى هي ان اي مكان معرض ان يبقى فيه الحوادث دي، فاحنا زي ما في ايجابيات حصلت في الموضوع ان حصل سرعه شديده واستجابه مدير الامن والضباط المباحث، وانا بشكرهم ان هم جابوا البنت بسرعه وعملوا تحرياتهم والاجراءات شغاله بشكل سريع جدا وفي اهتمام في الموضوع. لازم نتكلم على النقطة اللي فيها جزء سلبي، إن محلات الذهب دي كلها لا تقل أهمية عن البنوك والمؤسسات اللي فيها حساسية عالية. أنا بطالب حضرتك إن الخدمات الأمنية اللي كانت متواجدة، محل الذهب بتاعنا في مكان فيه حوالي أكتر من 20 أو 30 محل ذهب بدون مبالغة، وكلهم جنب بعض وشارع يعتبر زي شارع ساغر. طيب. فتواجد الخدمات الأمنية بشكل مستمر، أنا بطلب من حضرتك. أنت شايف ما كانش في خدمات أمنية في المنطقة يعني؟ بص حضرتك، في أنا عشان بس ما أكونش يعني بحمل حد أكتر من طاقته، هو في خدمات أمنية ولكن مش متواجدة باستمرار زي الأول، أو زي لما كان حصل حادثة في نفس المكان في ملاوي في أحد المحلات، ولكن كانت أبشع من كده، وكانت ضرب الشخص على يعني على راسه حاجة يعني، وحصل إصابة أقوى من كده، وساعتها شدت الدنيا شوية وبدأت بعد كده العملية ترجع في تقصير. مشكورك.